السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على القرعة تاع كأس إفريقيا، وين الجزائر ومصر في صدام محتمل، وإمكانية مجموعة عربية تصنيف للمنتخبات لقرعة كأس إفريقيا 2022 بالكاميرون. يعني وإن أكد الاتحاد الإفريقي في وقت سابق أن عملية القرعة كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها الكاميرون مطلع عام القادم سيكون يوم 17 أوت الجاد بقصد مؤامرات بالعاصمة يعني الكاميرون، بناء على تصنيف الفيفا للمنتخبات التي صدر يوم الخميس. فإن 24 منتخب الذين سيشاركون في النهائي قسموا إلى 4 أفواج، كل فوج فيه 6 منتخبات ستقسم على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 منتخبات، يتأهل الرائد والوصيف يعني المرتبة الأولى المرتبة الثانية من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من المجموعة 6 إلى الدور الثمن النهائي. فيما يلي تصنيف المنتخبات في القرعة، التصنيف الأول السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا والكاميرون. التصنيف الثاني مصر، غانا، الساحل العاج، المالي، بوركينا فاسو، غينيا. التصنيف الثالث جزر الرأس الأخضر، الغابون، موريتانيا، سيناريون، زيمبابوي، غينيا بيساو. التصنيف الرابع المالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا. على أساس هذه التصنيف قد يقع المنتخب الجزائري والمصري في مجموعة واحدة، كما قد تسفر القرعة عن مجموعة مكوناتها الأربع منتخبات عربية باعتبار وجود منتخب عربي على الأقل في كل تصنيف. وحسب القوانين الكاف إن رأس المجموعة الأول سيكون المنتخب الكاميروني باعتباره صاحب الأرض. المهم نقولوا باللي احنا اللي يلقاونا ما كاش مشكل، احنا اللي يلقانا مرحبا به، وين شاهدنا كيفاش شاهدنا ذاك الغندور كيفاش يشرك في فمو الخبر يجيبوه التوال. انا ماذا بيا نلقى مصر، انا واحد من الناس ماذا بيا نلقى مصر. مصر مليحة تلقاها. هاول الخالد الغندور في تصريحاته: لو يعاد تنظيم كأس أمم إفريقيا بمصر مليون مرة فلن يفوز بها المنتخب الجزائري، الحظ يأتي مرة واحدة فقط في العمر وهم استغلوا فرصتهم جيدا. المنتخب المصري ينافس بشرف ولا يتابع أي أمور مشبوهة للفوز بالألقاب، وخسارة اللقب لصالح الجزائر أفضل من وضعه في متحف المنتخب وهو ملطخ بالعار وشراء الذمم والحكام. تشوف كيفاش الهضره تاعو كي دايره. على هذيك نقولوا بلي يا ودي الناس يقولك اوه والله لا يا ودي والله العظيم طيح معاه الى كواك تلعب معاه ماتش دو باراج. تشوفوا الحقيقه تاعهم كيفاش دايره، تلعب معاه ماتش دو باراج تشوف الحقيقه كيفاش دايره، الوجه تاعهم الحقيقي. هذو الناس هذو كيما مصاروا تشوف الوجه تاعهم الحقيقي، ماشي زعق يربحك يقعد شدها لك 100 عام. ربحونا في التسعين، في التسعين ربحونا، لقيناهم في 2010 10-20 عام من بعد لقيناهم. ولو يقولوا لنا الجزائر بوابة مصر لكأس العالم شو كيفاش، ويجبدوا لنا في البارتية تاع 1990 ويجبدوا لك من 89 لقيناه ماتش دو باراج كانت. واللي لي سراسرا ما كاش كاين فيسبوك كاين التلفزيون تاعنا اشقاء خلاط ارخي متيده وما داروا فيهم التير. وزاد ذاك ماجر، علاه يبغوا ماجر؟ ماجر اللقطه الشهيره البنت المخير ضيعوا ماجر، لا دانيال ميني ضيعه ماجر، على هذيك يبغوه مدايرينو نقم 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 نقم. راحوا هرسوا بلومي علاه هرسوه؟ خاطش بلومي كان مرشح باش يدي بالون دور في لافريك، فدقوه بيتو ما يديهاش. على هذيك هي حصلوا فيه بلومي 20 عام هو ساكت،
20 عام ما يمشي باغي يهضر الحقيقه. نورمالمون كو هضر كو قال مشي انا خاطش عليه كو حصلوا في ماجر ماجر ما يقبلش يقول لهم لا مشي انا يقول لهم فلان يشهد وكلش. رمز هذاك رمز ماجر رمز روز ماجر روز ماجر لا الله يجعل القوم مصر الكاميرون ونعاودوها لهم ان شاء الله كما تاع نيجير في وقت في 1980 الكوب دافريك اللي داروه في نيجيريا لي زاني 80 ونوخروهم ان شاء الله بربي حنا نوخروكم نورو لك الغندور الهضره كي دايره تاعك على هذيك المهم القرعه حنايا ما منطيعو حنا الفينال مضمونه كيما يقول لك حنا الفينال رايحين رايحين لا كاس افريقيا كوب دافريك يا ودي الفينال قضيه تاع وقت برك حنا نورمالمون يقول لنا قارعوا شكون اللي يلعب معكم فينال نورمالمون جات في الحق يقول لنا قارعوا شكون اللي يلعب معكم فينال خاطر غادي يفوتوا تبقى تشوف انت لهنا تشوف لهنا كيفاش لي بارتي كيفاش تشوف لهنا كيفاش المجموعات حنا كيفاش انت كيفاش كيفاش نروحوا نلعبوا كوب دي موند قاعدين خايفين ولا كيفاه صح خلينا التصنيف الاول السنغال تونس الجزائر المغرب نيجيريا الكاميرون هادو تولي تلقاهم تولي تعاود تلقاهم بصح التصنيف الثاني شوف مصر غانا ساحل العاج ساحل مالي بوركينا فاسو غينيا التصنيف الثالث راس شو راس الاخضر راس جزر الراس الاخضر الغابون موريتانيا سيداريون زيمبابوي غينيا بيساو مالاوي السودان غينيا استوائيه جزر القمر اثيوبيا غومبيا ما تبقى تشوف دروك كيفاش حنا خمو باش نروحو نجيبو كوب دي موند ندير حسابات لهادو ساعة كاين لهنا كاع في الاخرى هادو في التصنيف الاول تولي ما يفوتوش كاين السنغال تونس المغرب نيجيريا الكاميرون ما يهمونيش انا حد وكاين الجزائر صح نهضر انا كي قلت السنغال تونس المغرب نيجيريا الكاميرون التصنيف الثاني كاين مصر غانا والمالي والكوت ديفوار ملي هذوك ما يهموناش حنايا يعني التصنيف الثالث والرابع يعني ما نورمال معاهم هذو حنايا ما كاش مشكل كاع دوزيام تور تولي دوزيام تور تولي نطيحو ما كاش ايكيب ما تولي نفوتو لي زيكيب ما كاش لي زيكيب لي يلاقونا حنايا نيجيريا ولا الكاميرون انا ماذا بيا نلعب مع الكاميرون نهرس لهم هذيك العقده تاع البيت نوار تاعنا نهرسها نقلبها نهرسوها مهما كان الكاميرون ضروك نهرسها هنايا بصح كاين كوت ديفوار كاين غانا نيجيريا هادو ما يهموش هادو ما غاديش يشدونا ما يشدوناش مصر ما تشدنا المغرب ما تشدنا السنغال ما تشدنا نيجيريا ما تشدنا الكاميرون ما تشدنا غير قضيه تاع وقت برك عاد تشوف انت يا كاين لعابه نجوم في منتخبات بس لعابه تاعو هنا عندهم هذا عاد تشوف نهار جيبوتي نهار بوركينا فاسو جيبوتي ما نهدرش عليها والله ما نحوس على نحوس على بوركينا فاسو الشهر الجاي لو سات ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي ينقلوا الناس والكوب دافريك كوب دافريك انا تبان لي زعما اقل تقدير كاع فينال نلعبوا الفينال نلعبوها انا تبان لي بلي فينال نوصلوها بكل سهوله على حساب النيفو رانا نشوفو تاع لافريك الفينال انا ما عنديش ما كاش عراقيل تما نورمال على هذيك نقولوا بلي يا ودي ماهيش مشكله هاد القرعه تاع الكاس افريقيا ماهيش مشكله اللي غادي يندار تندار ديسات ماهيش مشكله ما بالناس يعني شو ان شاء الله نرجع نفوتو الناس يقول لك بلي نيجيريا مصر وغادي نتلاقاو تولي مع مصر ونتلاقاو نورمال كاين كوتيفوار نلقى كوتيفوار نورمال في البروميتور هادو غادي توالي تلقاهم في البروميتور هادو توالي نلقاهم في البروميتور توالي نلقاهم في البروميتور تما كيما نقولو حنايا مصر غانا
الكوت ديفوار مالي بوركينا فاسو غينيا علينا نلقاهم في البريمي تور، ما كاش اشكال كاع. تحيه الجزائر.